كان قدره أن يدفع دائما فاتورة الإرهاب في مصر هو قطاع السياحة الذي تعرض مجددا لما وصف بأنه ضربة قاسمة بعد تفجير أتوبيس سياحي في طابا قرب الحدود الإسرائيلية أسفر عن مقتل أربعة من السائحين وإصابة نحو تسعة آخرين تفجير ينسف برأي الكثيرين كل الجهود الرامية لإنعاش السياحة بل وربما يهدد مجددا بإعادة فرض حظر السفر إلى مصر في وقت يسعى فيه قطاع السياحة منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير للخروج من أزمات متتالية تعصف به وبأربعة ملايين مصري يعملون في هذا القطاع مفيش كانسليشن على رحلات كانت مرتبطة نتيجة لحد الآن رد الفعل وفي هذه اللحظة اللي أنا موجود معك فيها مفيش رد فعل معين على الإغاءات لحد الآن لكن ان احنا انا بناشد البلاد العالم انك تقف بجانب مصر لان دي هتؤثر تاثير كبير لان هذا القطاع جريح لمدة ثلاث سنوات واستنزف بخسائر رهيبة خلال الثلاث سنوات الماضية التفجير الذي يعيد إلى الأذهان عمليات استهداف السياحين في مصر خلال العقد الماضي يأتي متزامنا مع بدء النصف الثاني من الموسم السياحي الشتوي والذي يشهد زيادة في أعداد السائحين كما أنه يعد تحولا في سياسة الهجمات الإرهابية التي كانت تستهدف طيلة الشهور الماضية قوات الأمن المصرية في سيناء تفجير طابة يستهدف يستهدف تدمير البنية التحتية للاقتصاد القومي لأحد مقاومتها السياحة لتقويض الدولة المصرية بمفهومها الكامل سواء الشرطية أو الاقتصادية أو مؤسساتها أو القضائية كما حدث أمس أيضا في المحكمة ما ذلك مع محاكمة مرسي أمس ومحاولة إجهاض المحاكمة وعدم تمكين المحكمة من أداء دورها. وتشير التقديرات الحكومية إلى أن عائدات قطاع السياحة قد تراجعت من 12 مليار و600 مليون دولار خلال عام 2010 إلى 6 مليارات و600 مليون دولار خلال عام 2013 كما تراجعت أعداد السائحين إلى 9 ملايين ونصف المليون سائح خلال العام الماضي بعد أن تجاوزت 14 مليون سائح خلال عام 2010 يبدو اذا ان قطاع السياحه المصري قد كتب عليه ان يدفع ليس فقط ثمن التوترات السياسيه في مصر وانما ايضا ان يكون هدفا لعمليات ارهابيه تستهدف الاقتصاد المصري الذي يعاني منذ نحو ثلاث سنوات ياسين الجهري سي بي سي عربيه القاهره